نادين معلش، الجاكيت الاسود بتاعي فين؟ جاكيت ايه؟ الجاكيت الاسود بتاعي. لا ركزي معايا والنبي. معرفش ايه ده، معرفش تلاقيه جوه، خش دور عليه. انا شفتك، هو الدنيا ضلمه مش شايف اي حاجه يعني. لا يعني ماما بره. خلي بالك في حاجة؟ كانت تقعد معايا كام يوم اول ما عرفت ان العيال سخنت زياده. ما بقتش قادره اشيل والله العظيم الليله دي كلها لوحدي وحياه ربنا. انا تعبت، انا تعبت خلاص. ايوه شويه. قد ايه يعني لحد ما قالك بره ولا ايه؟ هتقعد فين هي دلوقتي؟ في الأوضة اللي بره. إيه؟ إزاي يعني يا دين؟ دي الأوضة الوحيدة اللي متبقية لي أقعد في البيت لوحدي مع نفسي. وأنت حبكت يعني إن أنت تقعد مع نفسك في وسط اللي إحنا فيه دلوقتي ده؟ يعني أنت لا أنت بتساعدني ولا عايز تخلي الست اللي جاية تساعدني؟ أنا يا نادين؟ أنا ما بساعدش. شش، وطي صوتك. قومي يا آدم علشان نطعم العيال، يلا حاضر. قومي يا آدم علشان نحمل العيال، حاضر. قوم يا ادم عشان ننام العيال فننزل في نص الليل نلفلف بالعربيه عشان انا ننام. حاضر. بتتعب انت قوي، بتتعب. وشكرا. اه بتعب يا نادين عشان انا قاعد في شغلانه مش طايقها ومش عايز اشتغل فيها وساكت ومش عايز اتكلم عشان خاطركم، وانت برضو مش عايز. وطي صوتك. حاول ان انت تبقى صاحي طول الليل، ما تنامش غير ساعه واحده بس، وتصحى على العياط والصريخ والرضاعه وتغيير واكل وتنظيف وغسل ما بيخلصش. هتحمم، انا مش عارفه استحمى، انا عايزه استحمى. صوتي صوتك يا هالميمه. طيب انا دلوقتي كنت عايز اجيب كمبيوتر عشان اشتغل في الاوضه دي، اعمل انا ايه دلوقتي؟ اشتغل في الليفنج. ليفنج ايه بس يا نادين؟ ازاي يعني وسط الدوشه دي كلها؟ طب انا عندي حل. انت ونونا والعيال تناموا هنا في الاوضه وانا الاوضه الثانيه هنام واشتغل فيها. ايه؟ ايه؟ احنا بقالنا فترة يعني مفيش حاجة بتحصل، فقلت يعني أكيد واضح إن أنا مش فاهم. تمام. هو إيه اللي تمام؟ إيه اللي تمام يا بس يا آدم؟ روح روح شغلك، روح. كل حاجة كويسة. بصي طبيعي جدا ان الجمل الانجليش دي تبقى بتلخبطك، فانا هعملها لك ميوت، اوكي؟ بس انت خلي عينك على السكرين وفي نفس الزمن على التايم لاين قولي نفس الكلام، اتفقنا؟ يلا على مهلك. كل حاجة كويسة. كل حاجة كويسة أوي. سوري. كل حاجة كويسة أوي. كل حاجة. كل حاجة كويسة أوي. Thank you.
كنت فين؟ انا مركبك العربيه مع الواد ده. ايه ده موتي صوتك؟ احنا في الشارع، بلاش فضايح. خايفه من الفضيحه مش خايفه من اللي بتعمليه؟ انا مش خايفه من حاجه. بص على نفسك الاول، انا مش بعمل حاجه غلط. انتبهي يا ولد، بتستعبطي. كنت فين يا نادين؟ كنت في الشغل. الله، وانا مش كل ما اكلمك انت بتقول ان انت في الشغل؟ ما انا كمان كنت في الشغل عادي، وهو مرجعني من الشغل، ايه المشكله يعني؟ كول يعني الواد اللي مش سايبك في حالك ده يا نادين، كل اللي عايزه منك شغل وبس. كل ما تسيبي شغل يرجعك تاني ويجري وراكي، ده اسمه شغل يا نادين؟ لا، ده مخك القذر. عشان البني ادم اللي بيبقى عامل حاجه غلط بيبقى شايف كل الناس زيه. لا يا نادين، انت اللي استغليتي غيابي وبتعملي كل اللي في دماغك. بس انا نادين هعرف اخليك تحترميني كويس. هتعمل ايه يا ادم؟ هتعمل ايه؟ اخرك هاتو، اخرك هطلعك يا نادين. مالك؟ في ايه؟ في ايه؟ سليها، في ايه؟ في ايه يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا متفق معاها مره واتنين وعشره ان موضوع الدوبلاش بتاعها ده خلاص خلص، مش عايزينه. اول مره اتفاجئ انها نزلت تسجل من غير ما تقولي، ودلوقتي راجعه مع الراجل اللي هي بتسجل معاه، وانا اكن في اعتبار لجوزها. لا يا نادين، غلط. جوزك لما يقولك على حاجه لا يبقى لا. طب انا بقول على حاجات قد كده لا؟ مين بيسمعني؟ ولا هي اللعبه بتاعتك غير اللعبه بتاعتي؟ اشمعنى انت بقى بتعمل اللي انت عايزه من غير ما حد يقول لك حاجه؟ وبعدين ثانيه واحده، انت مش قلت انك عايز تطلع؟ يلا. طيب إيه؟ حاضر. اهدى. حاضر يا نادين. اهدى. انا لازم اكلم ابراهيم يجي يشوف حل. انا ما اقدرش على الكلام ده. لو مش هيجي انا اللي هروح له. لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنت فاكر انها خناقه عاديه زي كل مره وهنفضها، لكن واضح ان الامور اكتر من كده بكتير. وعامل لما توصل انها تبقى رايحه جايه مع لا لا، ما تخليش الغضب يا ابني يخليك تقول حاجه تندم عليها بعد كده. كل كلمه هتقولها دلوقتي هتتحاسب عليها. الغضب يا ابني عمره ما كان مبرر ابدا للغلط. أنا آسف.